بعث لوليدة ترى ماشي سهل تكونوا معادين تكوني مقابلاهم. أنا اللي تنوكلهم وأنا اللي تنشربهم وأنا اللي كل شيء تنديروا أنا. كنت فرحانة بهم بزاف ما اللي عرفتهم معادين الله وشكرتهم. فاش ولدت جوج الاولاد حملت بخديجه. خديجه زعما فرحانه فيني بنيه ولدتها دوزت الولاده ديالي مزيانه كلشي مزيان. دازت عندي عامين اكتشفت خديجه ما كتمشيش وما كتهضرش. ديتها للطبيب درت الشبكه درت السكانير درت ليرين صافي من تما قالوا لي خديجه راها إلا بغى الله يعطيك شي معززه راه غادي يعطيها لك. بالنسبه للدواء ما عندهاش قلت غادي نولد بنت باش تعاوني على خديجه. حملت لمدة 4 شهور دوزت قالوا لي عندك جوج البنات تويميه وفرحت قلت انا غيعاونوني على خديجه. وانا فين دوزت قلت انا عندي بنت معاقب الا كانت شي برا ولا كانت شي حاجه باش ما نعاودش نولد بحال خديجه. قالوا لي حتى شي حاجه ما عندك كلشي عندك مزيان. يعني باش تمشي عند الطبيب ديالهم وداكشي ما كنمشيش بزاف على حساب التكاليف وداكشي. قلبت لي على المدارس ولكن اختي ما لقيتش المدارس اللي التكاليف ديالهم غاليين عليا بالخصوص ديال التوحد هما المدارس ديالهم غاليين. بزاف د الحوايج كتخايليهم تقولي الا ما كنتش مع منادي يكونوا الا درتي بزاف د الحوايج مع منادي يكونوا الا ما كنتش مع منادي يكونوا ما عاد ليك انا تنكون خارجه وانا تنفكر فيهم.